بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أسوة حسنة. اليوم معنا أيضا جانب من جوانب حياة النبي، زاوية مهمة جدا من حياة النبوة داخل بيته، داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهله. اليوم زاويتنا هي زاوية المعاملة مع البنات، مع بناته. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع بناته؟ طبعا الله سبحانه وتعالى رزقه الأولاد والبنات من خديجة رضي الله عنها، ولما توفى الله سبحانه وتعالى وتوفى الأولاد لم يتبقى إلا البنات زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية رضي الله عنهن جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بناته أبدا، ظل مع بناته. البنت بحاجة إلى مصاحبة، بحاجة إلى ملازمة، بحاجة إلى كلمات، إلى حنان، إلى رعاية، إلى اهتمام. وغالبا البنت يمكن تتذبذب أحيانا بين أمها وأبيها، ففي البداية تتعلق بأمها ثم بعد ذلك تتعلق بأبيها، لأنها تريد منه العاطفة والنفقة، ولها احتياجات كثيرة لا توجد في أو عند الأولاد. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على البنات، يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين أو أكثر. عال بمعنى أنه ربى واهتمه وعلمه، مو فقط أوكله وشربه ولبسه وونسه وكذا، لا، عال بمعنى أنه ربى عليه الصلاة والسلام. من عال جاريتين فأكثر فأدبهن، فأحسن تأديبهن، أدبهن من الأدب، من الأخلاق، من التربية. كنا له حجابا عن النار أو من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما بالك اللي عنده أكثر من بنت، أكثر من اثنتين، اللي عنده ثلاث، واللي عنده أربع، واللي عنده خمس، واللي عنده سبع. والله هنيئا لك، اصبر عليهن وأدبهم تأديبا، وسلمهن لأزواجهن في المستقبل، حتى تبني مجتمع. المرأة نصف المجتمع، وكما قالوا المرأة نصف المجتمع وأنجبت النصف الآخر. فإذا هنيئا لك يا من عندك بنات تربيها تربية صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم لازم بنات. أنا أقول لكم، الرسول عليه الصلاة والسلام ظل مع بناته، ورغم أن أمهم ماتت خديجة رضي الله عنها، لكن تابع التربية والعطف والحنان وكل شيء قدم لهن. النصيحة، علمهم الصلاة، علمهم القرآن، علمهم الحجاب، علمهم الذكر. وكان أيضا في نفس الوقت ما نسى جانب يعني اللعب، جانب الوناسة، جانب يعني الطعام والشراب وكذا وكذا واللباس. فكان عليه الصلاة والسلام يعاملهن معاملة طيبة، ما كان يفرق بين بناته، يعني ما يقول هذه البنت البكر أفضل من البنت الوسطية أو أفضل من باقي البنات، ولم يقل هذه البنت الجعدة هي أفضل من الباقي لأنها هي آخر بنت عنده. ما كان يفرق عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية في سورة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك. آية الله سبحانه وتعالى يقول لأيها النبي، قل، أمر، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فإذا هذه آية الحجاب اللي يقول لك ما الحجاب هي عادة عند العرب، ما عنده سالفة، واللي يقول لك هي عادة بدوية ما عنده سالفة، واللي يقول لك هي عادة عثمانية هذا ما عنده سالفة، هذا يريد أن يشوش دين المسلمين. مو حق الحجاب آية من الله سبحانه وتعالى. الله كما أوجب علينا الصلاة أوجب على البنات الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك، وما قال قل لنساء المؤمنين، فيدخل مع النساء المؤمنين زوجات وبناته، لكن قال بالتفصيل قل لأزواجك، يعني قل لنسائك.
قل لأزواجك وبناتك بعد، ما تقول والله بنات مشي، لا 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 ما تطوف. ونساء المؤمنين نسائنا باقي المؤمنين، أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. هذه آية الحجاب. ومسألة إني أتحجب ما أتحجب، والله قناعة مقناعة، مو بكيفك مو مزاجك، وانت أيت الأم والله ما حجب إلا عن قناعة، مو مزاجك ولا بكيفكم، هذا أمر الله شرع الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. ما عندك اختيار والله أتحجب ولا ما أتحجب، أصلي ولا ما أصلي، أصوم ولا ما أصوم، أحج ولا ما أحج، أزكي ولا ما أزكي، ما عندك اختيار. مثل ما أنا ما عندي ما أملك اختيار الصلاة، أيضا ما عندي اختيار الحجاب. حجاب فرض كما فرض الله سبحانه وتعالى النبي وعلى زوجاته وعلى بناته وعلى نساء المؤمنين مسلمين كافة. مو بس قناعة والله أنا ألبس عن قناعة، هذا ما يجوز الكلام، والله ما يجوز. لأن أنا ماني مقتنع بكلام الله ما أتحجب، إذا اقتنعت أتحجب، كيف هذا يكون؟ ولا والله إذا ينطبق على الصلاة، والله ما أصلي لما تقتنع، ما أحج لما أقتنع، لما أصوم لما أقتنع، ما أزكي لما أقتنع، نفس الشيء ممكن؟ لا مو ممكن. الحجاب فرض ونزعه إثم عند الله سبحانه وتعالى، ولا كيف يكون؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حجب بناته لما نزلت الآية، حجب نساءه كلهم حجبهم، لأن الآية أمر، والمؤمن ما يملك، لأن الله يقول وقل الحق من ربكم، كل ما ينا من الله حق، فإيش الداعي والله اقتنع ولا ما اقتنع؟ كيف اقتنع؟ أنا اقتنع ما يكون الأمر فيه حقه أو باطل، هذا كلام بشر. أما عند الله سبحانه وتعالى كل شيء يجيني من الله هو حق، ما في يعني مسألة قناعة. فإذا كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم بناته حتى بعد زواجها، يعني فاطمة رضي الله عنها كانت تحت من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيوم الأيام ما عندها خادم وتعبت من كثر راحة، والله خل واحد يجرب بين صخرتين ها، فراحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه، يعني إذا جابوا لها من هالخدم. فما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت عائشة فقالت لها والله النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود. فلما المهم رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجع، ذهب إلى بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما، فما صبر حتى الصبح، لا بالليل، وجلس بين علي وبين فاطمة، حتى تقول فاطمة رضي الله عنها حتى وجدت برد قدمي قدم النبي صلى الله عليه وسلم على صدري، فقال ألا أخبركما أفضل لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما أو اضطجعتما إلى فراشكما فسبحوا أو سبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، هذه 100. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول والله ما تركت ذلك أو تركت هذا الذكر ها بعد ذلك، قال ولا في الصفين ولا في ليلة الصفين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتابع بناته حتى بتتزوج، ما يقول والله خلاص طلعت من ذمتي حطيتها بذمتك أيها الزوج، لا ما في هذا الكلام، ما زالت في ذمتك وما زال تواصل معاها. وبعض الآباء الله يهديهم، هذه بنتك تدري أن هذا زوجها يضربها ويشتمها ويهينها ويبهدلها ويبهدل عيشتها، وتقول ما علي ما عندنا طلاق، ما في بنت تطلق، ما في، ما قلنا لك طلق، ما قلنا لك طلق، قلنا لك اصلح. وبعدين الله سبحانه وتعالى ما جعل المرأة اسيره مملوكه عبده عند الزوج، يمارس فيها كل عقده ولا يمارس فيها كل ارهابه وضربه وشتمه، ما يجوز. فامساكم بالمعروف وتسعهم باحسان، الله يقول وعاشرونها بالمعروف، تابع بناتك، حل المشكلة، إذا ما حليتها مشكلة أنت تأثم عند الله سبحانه وتعالى أيها الأب، حاول تصلح. الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.